يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوارث والواسع تعد من أسماء الله عز وجل؟ واسع عليم، ما يقال واسع بس، واسع عليم كما جاء في القرآن. نعم. يقول فضيلة أما الوارث إن نحن نرث الأرض، هذا فعل، ما هو باسم. إن نحن نرث الأرض ونحن الوارثون، هذا ما يذكر وحده، إنما يذكر مع ما قبله في سياق الآية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فالأسماء التي جاءت مقيدة وفي سياق لازم يذكر السياق. نعم.